أضواء الزينة في شوارع لندن بمناسبة أعياد الميلاد والسنة الميلادية الجديدة ظاهرة تتجدد في كل عام. ومن أهم الشوارع في لندن الذي بدأ باستعمال أضواء الزينة هو أوكسفورد ستريت في عام 1959، وبدأ بعدها بخمس سنوات شارع ريجنت المجاور. في عامي 1976 و1977 سبب الركود الاقتصادي التخلي عن استخدام أضواء الزينة، ولكن سرعان ما عاد في عام 1978 حين نظم شارع أوكسفورد عرض الليزر أيضاً. أوكسفورد ستريت هو أحد أهم الشوارع الرئيسية في ويستمنستر في الجهة الغربية من العاصمة البريطانية لندن، حيث تعتبر هذه المنطقة من أكثر الشوارع ازدحاماً في أوروبا نظراً لكثافة السياح الذين يقضون معظم الوقت للتسوق. يعد شارع أوكسفورد موطناً للعديد من المتاجر الكبرى فضلاً عن مئات المحلات التجارية الصغيرة. كان الشارع في السابق جزءاً من طريق لندن أوكسفورد والذي يبدأ في نيوغيت، وكان يعرف هذا الشارع باسم أوكسفورد ستريت منذ ذلك الحين. يتوسط شارع أوكسفورد ستريت تقاطع مزدحم جداً مع ريجنت ستريت والذي يعرف باسم أوكسفورد سيركس، وافتتح في عام 2009 عبور قطري في هذه المنطقة ويعد إلى الآن الوحيد من نوعه في وسط لندن. يبلغ طول شارع أوكسفورد ستريت كيلومترين ونصف الكيلومتر بدءاً من ماربل آرش في الشمال الشرقي من هايد بارك، مروراً بأوكسفورد سيركس وسينت جايلز سيركس، وانتهاءً في تقاطع تشارين كروس رود وتوتنهام كوت رود. في أواخر القرن الثامن عشر تم شراء العديد من الحقول المحيطة، وعلى أثرها تم تطوير المنطقة وأصبحت المنطقة شعبية مع تواجد الفنانين في الشارع. وخلال القرن التاسع عشر أصبحت المنطقة معروفة لمتاجرها. عانى أوكسفورد ستريت من تفجيرات كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية، كان أشدها يومي 17 و18 من سبتمبر سنة 1940، حيث تضررت العديد من المباني ودمر الكثير منها بما فيها متاجر جون لويس وسيلفريدجز